تشوفوا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غندير واحد الخريجة لبوا دو ماجون وناخذكم معايا. كيف ما كتشوفوا معايا فاحنا دابا وصلنا غادي نكتشفوا هاد البلاصة ونشوفوا المنظر كيفاش كيبان. حيت دابا تبارك الله فصل الخريف الاوراق كتساقط كيكون منظر اخر زوين بزاف. ديجا جيت لهنايا مي دابا منظر اخر. هانتوما معايا شوفوا معايا المناظر الخلابه اللي كاينه هنايا تبارك الله. غير الشجر والطبيعه الجو نقي. كيجيو الناس كيديروا لي فيلو كيتمشاو بحالنا نيت حنا دابا كنتمشاو. ونخليكم معايا حتى لاخر الفيديو نتلاقاو من بعد.